السلامه مقام في <applause> اللون السلامه يسون الموضوع هي جديد تدويل تاعي يقعنان نان ان شاء الله انك تدير انت الطريقه قال هانيك صوبن الموضوع واسع سان امكان ربي تقشيش قلتوا شولت انا بخام امكين زمر اتنعيون اتيلي تمطوث يسعان إتيزان يسعان يعني المؤهلات باش تيلي الام باش تيلي يعني الرائده يعني القائده ان شاء الله اي العمريس اي تودرتيس اوكذ المجتمع عندي فلا الحاجي كلا قا نعلم تاقشيش التربيه ته... صحات سح... حوايج دايما اني لي نقرب في الناس كسا سوا يعني يلاق ام الام ام الاب يلاق هذه لي نحترم ايسين ام التربيه نتقشيش ام ته... التربيه وقشيش بيان بصح تاقشيش حوايج دايما الاهتمام ديال ام قران يلاق سنفك الاهتمام ان السهودي داس ان سلمد امكار بلا ما ما تسولي الحسيس يعني لا فوين سو تسالي على خير لا ثانيه في الحياه تنتربي ايضا في المسؤوليه تنربي ايضا في الحاجه كاع النظافه ينسنتات ام تقشيش باش يلاق هذه لي سن المراحل كيش كيتلا قال قل... 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 قال سكاس على ما 50 60 سنين اسن سلمت امنتاف ام قشيش ام كيلاق <applause> اتيلي التربيه يعني القيم داش القيم داش يقلع أدي السعو الطوفان الطفل للعائله يعني سنا ماشي شولتينس داش نرنو في تقشيش نرنو دائما التسعو الاقتراب دائما في ماس التسعو دائما ما تزريم تقشيش دائما بغا تل الصباط يماس تل الصاك يماس تطور دائما تميل دائما غريماس ام كي صافي دونك دايلا قتعلمت كيما يتربي تقشيش تقلك ند القدوه غير اللي كيش كي ثلاث كميه سايت الانوثين تحافظت في اللاس في الانوثين في النظافين انت الثانيه أركم تتبع أتحافظ في النظافين تحافظ في الانوثين أتعلم بلي تن تقشيش نتحدر في اللاس ايوا شو خاطر انت تدير الوعاء انت تدي من صعوبات انت تدين الصحان يعني القدره الاستمراريه نتواشلت دونيت اوكلي فلاش يثبت الاستمراريه للكون كليا يعني الانثى جسد الاستمراريه الا قاص نسلم هذه تحضر في مانيس ذا عندي قلاقه تقيم ذا شي تلس عندي آه قلاق تين ام كي قلاق أمكي ام كي أمكي تقيم ام كي قلاق تسيول خاطر آه ما نسنفك الحاجة تاهي اما كان قلاع نحافظ في الناس لان الله صلى الله عليه وسلم ينادم الخالات القوارير الحاجة ويقلان هشا خلا من في كياس نقدر نفكياس القيمه الام السلمد ام كارتي لي تقشيش ايغلان نظيفه تاع النظافه تقشيش تحافظ في البدنيس تحافظ في المانيس تقشيش يعلم بلي انت تتهد الحاجه المهمه خلا إلى قتحافظ في الكونيه ينس باش تقيم تقشيش باش تيلي الانثى تاع الانوثه اكثر وين لي تسعى الرجوله ماشي ديال المعناس تقول لا كنعلم بلي لا يون الخطر يجلس حد اللي يعني العالم وكلي من قار اضطراب الانتماء هذا الشيء اضطراب الانتماء يعني تخلطا لوا بعض يكبغوا لا ديرين تزلوا دي شول الا قاد العقليه هي الا قاد فهموا الا قاد انتبه غير حاجه هي تيش زريغ بلي الا الخطر هي إلى قد تسلم تغير لي باش هاد السر ولا قال حاجه باش اللي باش تتوقع راه وتوقع وتتوقع راه قال حاجه حتى هي اضطراب بالانتماء الجنسي من انت من قار يعني تبغوا تقول تصحى الذكور اكثر الانوثه الا قمرتي لي تابسطو راه حافظه في اللاس أس سايغ القش قلان قلان تقشيش السعجه بغدا شي تقشيش أس بغدا شي السعد ديما شي الام دا الانثى دا شي بنت دا شي تامطوط لي غنكيد القدوه انس ما أه أه يعني في غنكيد اما كان في كيغاس الادوات باش تفهم بلي الدور ينس صعيب الدور ام قران قدو نيتاين قدو درتاي اللي انت تتقول تنطوط الزمان للزوجه الزوجه آه تقول الام تقول يعني المسؤوله في المش في الـ في في, في, في الدور ثانيه ام الأنثيين اقلان اقلان ديماس يعني البيئه تسعى دور ام قران قد التربيه من الفتاة. الا قاد يعلم الاب ثانية بلي اللي سبو غادي يحترب بس باباس اتي 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 حظن هذه اللي ذيب سيسل اتي تفق فوسيس تبغو ونارتي اتي تفق فوسيس سورتو باباس هذه اللي دائما ديدس باش تبغو تحوس فكره ورقا زي طنين فكره الصديق طنين ارد يعوض الحنانين باباس غير الحنانين نيماس الا قا نفهم بلي تربيه الفتاه تسحق الاهتمام وكل افراد العائله خاطر انت راه غندي سوفغن الفرد يقلان يسعى الفايده هذه بنون المجتمعيه ما انت الا قبل بس هذه لي هذه تمثل الله صلى الله عليه وسلم الا يتبدى ما فاطمه آه رضي الله عنها يتمشي تدي الا قد تعلمت ايش كاين ما شتمت تدي ما انتقل اقلا أقل أقل نفتخر يسم تبغوا تقشيش تحس بالباس يفتخر يس الا قاتسعوا الاحساسي من لا لا آه، تقشي شي العائله مليح حتى مقرات دائما اتنفك الاهتمام اكثر من طنين. طنين تبع انت طنين خاطر تي تتابع انت تنتات تيش كي تحس بلي تند الحاجه المهمه آه، تسعى آه، الاهتمام باباس ديال الناس اتعشي تسكر القيم اللي منفكه لانه انت الحياه آه، العفه أه تسع ثانية الحرمة تعلم باللي كي تحفظ في بانيش تحفظ في الحرمة باباس دويث ماس تواش يرنا ربي يفضل دايما باباس نتقشيش أه يعني المؤنسات الغاليات من قار ونيك ساعة التربية نتقشيش من ثلاثة تقشيشين أكن يقلا هذا ربي في كياس يعني لا نعلم باللي إلا الجزاء إلا الجزاء أم قران تيش كي نخدم الوجب النغ تقشيشين ما تسعوا تقشيش الفضائيين اللي راح يقلعها الى ان رطيح دوك نعلم بلي قلاغ نبنود الفرد يجد دون الديفك الفايده الامه وكل ماشي حاشا حاشا العائله إيه واش ولتنا آه، التربيه هي الفتاه ان شاء الله حتى الميزان الحسنات الكل آه يوني كسع انت قشيشين وذي علم باللي ثان يسدد الخدمه المجتمع كله باش تيلي الام ني المدرسه وك الى الى الناس ايوا إيه للناس المجتمعين ان شاء الله حتى اللي مستفدم المعلومات المعلوماتيه كنت فيها التربيه في الفتاه قدم لي ان شاء الله على الموضوع اللي تدون تجكم كل هنا تنميرت